بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل كلامنا عن الديزاين باستخدام البودي بلوتس، والهدف هو ان احنا نعمل ديزاين لليد كومبنسيتورز. طيب الاوت لاين بتاع المحاضره، اولا هنتكلم على البيسك ريليشنز وبروبرتيز اللي هي بتوصف الليد كومبنسيتور. بعد كده هنشوف الديزاين ستيبس اللي عاده الناس بتتبعها عشان خاطر تعمل الديزاين، نطبق الكلام ده على ديزاين اكزامبل، وفي الاخر هنستنتج العلاقات الاساسيه اللي احنا هنتكلم عليها في اول نقطه اللي هي البيسك ريليشنز بتاعه الليد كومبنسيتور ونستنتجها ماثيماتيكالي. طيب بالنسبه للليد كومبنسيتور، الهدف في الحقيقه زي ما قلنا في اللاج كومبنسيتور، ودي ميزه في الفريكوانسي ريسبونس ديزاين، ان احنا بنقدر نحسن بوان كومبنسيتور الستيدي ستيت ايرور، وكمان نحسن البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت عن طريق التحكم في الفيز مارجن. احنا عارفين ان الماكسيمم اوفر شوت ريليتد للدامبنج ريشيو، والدامبنج ريشيو ريليتد للفيز مارجن، فاحنا باستخدام البودي بلوت نقدر في الحقيقه نتحكم في الفيز مارجن بتاع السيستم، وبالتالي نقدر ناثر على الماكسيمم اوفر شوت. برضو زي ما قلنا قبل كده، للاسف ما في الفريكوانسي دومين او البودي بلوت ديزاين ما بنقدرش نستخدم بصوره اكسبليسيت الرايز تايم او السيتلينج تايم او البيك تايم في الديزاين، وانما لو كان عندنا مواصفات تتضمن الحاجات ديت، فاللي بيحصل ان احنا بعد ما نخلص الديزاين بنعمل تشيك مثلا باستخدام السيميوليشن عشان نشوف هل هم متحققين ولا لا. لو كانوا متحققين خلاص، لو مش متحققين بنعمل ريديزاين باستخدام مور ستريكت سبيسيفيكيشنز عشان خاطر نقدر نحققه. البيسك ستراكشر بتاع الليد كومبنسيتور هو زي ما قلنا، لو بنتكلم على فيرست اوردر، وده هو اللي احنا بنتكلم عليه في المحاضره، بيبقى عندنا تو كورنر فريكوانسيز، واحد ده عند 1 اوفر تي وده هيناظر 0، ويبقى عندنا كورنر تاني فريكوانسي عند 1 على الفا تي وده هيناظر بول، وفي الجين كي. الالفا في حالة الليد كومبنسيتور بتبقى كونستانت اقل من 1 وطبعا اكبر من 0، فبتبقى سم بوزيتيف كونستانت ما بين 0 و1، وبالتالي الديزاين بارامترز هما الكي والتي والالفا، هما دولت البارامترز اللي المفروض الديزاينر يختارهم عشان يحقق الريكويرمنت، سواء كان ستيدي ستيت ايرور او برسنتج ماكسيمم اوفر شوت اللي هو يعني الفيز مارج. عاده الجين كي هو بيستخدم عشان خاطر تو ادجاست الستيدي ستيت ايرور، والتي والالفا بيستخدموا عشان خاطر يحققوا الفيز مارجن وبالتالي البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت. لو حبينا نبص على البودي بلوت بتاع الكومبنسيتور، انا هفترض ان الكي بتساوي 1 للسهوله في الرسم، فلو خدت ده هو المحور بتاع لوج اوميجا، وهنا 20 لوج الماجنيتيود اوف سي اوف جي اوميجا، وهنا برضو لوج اوميجا، هنا الانجل بتاعت سي اوف جي اوميجا. فزي ما اتفقنا في تو كورنر فريكوانسيز، واحد عند 1 اوفر تي وده هو عباره عن كورنر فريكوانسي كورسبوندنج تو 0، وبالتالي هرسم سمول سيركل كده، والتاني عند 1 على الفا تي وده كورسبوند لبول. بما ان الالفا اصغر من الواحد، فمعنى كده ان 1 على الفا تي هيبقى مقدار اكبر من 1 على تي، عشان كده رسمنا الزيرو قبل البول. لو حبينا نرسم الماجنيتيود بلوت، احنا عارفين ان الانيشال سلوب في الماجنيتيود هو ناقص 20 في التايب، وهنا تايب 0، يبقى اذا الانيشال لاين هيبقى بادي من عند الزيرو ديسيبل لاين بسلوب 0 ديسيبل بيرديكيت، وبعدين هيبقى عندي 0 عند 1 على تي، فبالتالي الاسلوب هيتغير بمقدار زائد 20 ديسيبل لكل ديكيد لحد ما اوصل لل الكورنر فريكوانسي اللي هو 1 على الفا تي اللي هو يناظر بول، فاضيف ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد، مجموع هيبقى بصفر، وبالتالي الفاينل لاين هيبقى الاسلوب بتاعه 0 ديسيبل لكل
ديكيد، وده برضو متفق مع اللي احنا قلناه قبل كده ان هو ناقص 20 في عدد البولز ناقص عدد الزيروز. انا عندي هنا 1 بول 1 زيرو، يبقى الفرق بصفر، وبالتالي الفاينل سلوب عنده 0 ديسيبل بير ديكيد. لو حبيت ان انا ارسم الانجل، فبرضو قلنا هنحط بدل كل اس جي اوميجا، فهيبقى عندنا 1 بلس جي اوميجا تي على 1 زائد جي الفا اوميجا تي. طبعا انا هنا واخد الكي بتساوي 1. لو حبيت احسب الانجل بتاع الكلام ده، فهي الانجل بتاع الزيرو او 10 ماينس 1 اوميجا تي ماينس 10 ماينس 1 الفا اوميجا تي. نتيجة لان الالفا اصغر من الواحد، فبنلاقي ان البوستيف انجل هتبقى اكبر من النيجاتيف انجل، وبالتالي الزاوية بتاعت سي بتبقى بوستيف. فهي بتبتدي من الصفر، وبرضو احنا قلنا انها ناقص 90 في الطيب، والطيب هنا زيرو، يبقى فعلا هتبتدي من الصفر وتنتهي عند ناقص 90 في عدد البولز ناقص عدد الزيروز اللي هو برضو هيبقى صفر، يبقى هتنتهي عند الصفر. ما بينهم هتبقى بوستيف. فاللي بيحصل في الحقيقة لو احنا حاولنا نرسم الزاوية حتى اكزاكت، انها بتعمل شكل بهذا هنا كده اهوت، بحيث ان هو طبعا ما بيوصلش للتسعين، يعني هنا التسعين فوق بشوية، وبيوصل لسام ماكسيمم فاليو هنا اهوت، هسميها فاي ماكسيمم، عند فريكوانسي هسميها دبليو ماكسيمم. ف وخلينا برضو ناخد الماجنيتيود بتاع الكلام ده اهوت عند اوميجا ماكسيمم، خلينا نسميه مثلا ايه. فهي البيسك ريليشنز الحقيقه اللي احنا بنستخدمها في حاله الليد كومبنسيتور. اول حاجه ان احنا بنقول ان اوميجا ماكسيمم، وطبعا دي هنستنتجها في اخر المحاضره، يعني هي عباره عن الجيومتريك مين فريكوانسي ما بين التو كورنر فريكوانسي. والجيومتريك مين يعني ان احنا نضرب الفريكوانسي الاولانيه اللي هي 1 على تي في الفريكوانسي الثانيه اللي هي 1 على الفا تي، وناخد الجذر التربيعي للكلام ده. فلو عملنا كده بيطلع 1 على تي جذر الفا. فدي اول علاقه موجوده بتحدد اوميجا ماكس. العلاقه الثانيه في الحقيقه هي ان ساين فاي ماكسيمم بيساوي 1 ناقص الفا على 1 زائد الفا، وده بنستنتج منها ان الالفا بتساوي 1 ناقص ساين فاي ماكسيمم على 1 زائد ساين فاي ماكسيمم، وديت هي العلاقة التانية اللي بتستخدم في الديزاين. الماجنيتيود انديسيبل بتاع السي عند الفريكوانسي اوميجا ماكسيمم اللي هو احنا سميناه هنا A، فالماجنيتيود 20 لوج الماجنيتيود اوف سي عند جي اوميجا ماكسيمم اللي هو احنا سميناه A، ده بيساوي 20 لوج 1 على جذر الفا. فديت هي العلاقة رقم 3 المستخدمة في الديزاين بتاع الليد كومبنسيتور. يبقى كده احنا عرفنا العلاقات الأساسية وعرفنا الفونكشن بتاعة الليد كومبنسيتور هي ايه، والخطوة الجاية اللي احنا عايزين نعملها هي ان احنا نشوف الديزاين ستيبس. لو بصينا على الديزاين ستيبس هنلاقي ان اول خطوة عندنا هي ان احنا نختار الجين كي بتاع الكومبنسيتور. احنا اتفقنا ان الكومبنسيتور هيبقى عبارة عن كي في 1 زائد تي اس على 1 زائد الفا تي اس. فالجين كي بنختاره بحيث انه يحقق الستيدي ستيت ايرور سبيسيفيكيشنز الجيفن. بعد كده اهوت بنشوف الريكوايرد فيز مارجن. طبعا الريكوايرد فيز مارجن ده هيبقى بيزد على السبيسيفيكيشنز المعطاه. يعني انا مثلا اقول انا عايز 20% ماكسيمم اوفر شوت، احسب من كده الدامبنج ريشيو، وبالتالي استنتج
الـ required phase margin. خلينا نسمي الـ required phase margin دهوت phi d، يبقى الـ phase margin الـ desired. بعد ما حسبتها بروح على السيستم الأصلي بتاعي، بضيف كومبنسيتور جين هو عبارة عن كي زي ما انا عملت هنا وكده، وارسم البودي بلوت لللوب جين، اللوب جين اللي هو حاصل ضرب كي في جي في اتش زي ما اتفقنا، واستخدم البودي بلوت اللي انا رسمته عشان اشوف ال existing phase motion. خليني اسميها فاي نود، يبقى فاي نود هنا ترمز للفيز مارجن اللي هو اوريدي هيتحقق لو انا استخدمت الجين اللي بيحقق لي الستيدي ستيت ايرور الريكوايرد. المفروض ان الكومبنسيتور يضيف لي الفرق ما بين الديزايرد فيز مارجن والاكزيستنج فيز مارجن، ف سمي فاي ماكسيمم اللي احنا الريليشن اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هي عباره عن الفرق ما بين الديزايرد والاكزيستنج. يبقى كده هستنتج انا عايز ايه من الليد كومبنسيتور بتاعي. فرض جدلي كده، لو افترضت ان انا عندي هو ده البودي بلوت بتاع اللوب جين لما بعد ما اضفت الجين كي، فانا عارف طبعا ان نقطه التقاطع مع الزيرو ديسبل لو نزلت راسي لتحت كده ديت هتديني الزاوية اللي انا سميتها فاي زيرو، وفاي زيرو ديت هي عبارة عن الزاوية بتاعة السيستم، سميها فاي مثلا زائد 180. هي احنا بنعملها ازاي؟ ان احنا بنطلع من الناقص 180 لاعلى لحد ما نقابل الكيرف، والمسافة ديت هي طبعا اللي انا رسمه ده في الاتجاه البوزيتيف، هو ده بيديني فاي نوت. افترض مثلا ان انا لقيت ان الزاوية ديت مثلا 20 درجة، 15 درجة الى اخره، وانا مثلا عايزها تبقى 40. يبقى في الحالة دي انا عايز من الكومبنسيتور يضيف زاوية اللي انا مسميها هنا فاي ماكسيمم، هي عبارة عن الديزايرد اللي هو مثلا 40 او 50 ناقص الاكزيستنج اللي هو مثلا 15. يبقى هو ده المقصود بالحساب بتاع الفاي ماكسيمم. اول ما بعرف فاي ماكسيمم اقدر مباشرة احسب البارامتر الفا، وده اول بارامتر من الكورنر فريكوانسيز اللي انا محتاجهم عشان اعرف مكان الكورنر فريكوانسي بتاع البول والزيرو. طيب اما بعرف الالفا اقدر احسب 20 log 1 على جذر الفا. لاحظنا هنا هوت احنا لما رسمنا البودي بلوت بتاع السيستم بتاع الكومبنسيتور ان في مقدار بوزيتيف عبارة عن اللي هو ده هوت 20 log 1 على جذر الفا بيضيفه الكومبنسيتور. انا عايز عند فاي ماكسيمم ده هو يكون في الحقيقه الماجنتيود بيساوي صفر، الماجنتيود بتاع الكومبنسيتور زائد السيستم الاصلي، وبالتالي اما اجمع الاي ديت على الاوريجينال بودي بلوت بتاع السيستم عند اوميجا ماكسيمم لازم المجموع يكون صفر. فعشان احقق الكلام ده بعمل ايه؟ باجي على البودي بلوت بتاع السيستم وانزل هنا بالنيجاتيف مسافة مقدارها ناقص 20 log 1 على جذر الفا. فالمسافة ديت هتديني مثلا حاجة بالشكل ده. يبقى انا عايز ارفع الكيرف المسافة ديت بحيث انه يتقاطع مع الزيرو ديسبل لاين عند النقطة اللي انا وصلت لها. النقطة اللي انا وصلت لها ديت هي بقى اللي بتحدد لي فين اوميجا ماكسيمم. فأوميجا ماكسيمم هتبقى هي الفريكوانسي المناظرة للماجنتيود اللي هو ناقص 20 log 1 على جذر الفا. فأول ما بعرف أوميجا ماكسيمم أقدر أقوم على طول من العلاقة الأخيرة ديت اللي أنا كاتبها، أقوم حاسب مقدار تي. أول ما أعرف تي يبقى عندي تي وألفا، يبقى عرفت الكورنر فريكوانسيز بتوع السيستم. طبعا لاحظوا بقى هنا إن في حاجة حصلت. انا لما حسبت الفيز مارجن حسبته عند نقطه تقاطع الماجنتيود مع الزيرو ديسبل لاين هنا، من حسبت الفاي نود اللي هي هنا، بينما لما جيت احسب اوميجا ماكسيم استخدمت نقطه تانية عاده بتبقى قريبه منها، وبالتالي هو ده حل ابروكسيميت، لان انا حسبت الفيز مارجن بتاع الاوريجينال سيستم عند نقطه وضفت
الفاي ماكسيمم عند نقطه تانية. فعشان كده عاده لما بنعمل الديزاين بالشكل ده هو اما نيجي نحسب فاي ماكسيمم بنضيف رقم ما بين 5 الى 10 درجات زياده علشان خاطر يبقى يعني فاي ماكسيمم اللي احنا بنعملها ما بتبقاش كده بس مش مجرد الديزايرد ماينس فاي نود، لا بنضيف حوالي من 5 الى 10 درجات عشان ناخد في اعتبارنا الافكت بتاع الابروكسيميشن اللي احنا عملناه بتاع ان احنا هنضيف عند اوميجا ماكسيمم مش عند الاوريجينال كروس اوفر فريكوانسي اللي احنا بتاعت كي في جي في اتش. بالطريقه ديت الديزاين بيخلص، وزي ما قلنا الفيصل في الاخر هو ان احنا نعمل سيميوليشن بحيث نشوف هل السيستم حقق الريكويرمنتس كلها ولا لا. دلوقتي هنشوف مثال نوضح فيه ازاي نطبق الليد كومبنسيتور ديزاين باستخدام البودي بلوت. فانا هفترض يونيتي نيجاتيف فيدباك سيستم زي اللي هو مرسوم دلوقتي. هفترض ان هنا هيبقى فيه الكومبنسيتور البلوك دهوت. هبتدي بان الكومبنسيتور هو مجرد جين عشان زي ما اتفقنا نظبط الستيدي ستيت ايرور، وبعد كده نشوف في الفيرست اوردر ليد كومبنسيتور ازاي نجيب الكورنر فريكوانسيز المناظره للبول والزيرو. المطلوب في المساله هو ان الفيلوسيتي ايرور كونستنت يبقى ب 40. طبعا السيستم ده تايب 1 فيه هنا واحد على اس عشان كده بنحاول نحسس ان هو الفيلوسيتي ايرور كونستنت، فعايزين الفيلوسيتي ايرور كونستنت يبقى ب 40. عايزين البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت يبقى حوالي 20%، والبيك تايم هو 0.17. زي ما قلنا قبل كده الحقيقه الليد كومبنسيتور ديزاين باستخدام الفريكوانسي ريسبونس كل اللي يقدر يعمله هو انه يحقق الكي في ويحقق البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت لانها ريليتد للفيز مارجن. اما البيك تايم وهو في الحقيقه ريليتد للباند ويدث بتاع السيستم، فده هو مجرد كرايتيريا بنعمل لها تشيكينج بعد ما نعمل الديزاين نشوف هل هي متحققه ولا لا. بمعنى ان ال 0.1 سكند ديت مش هتخش معايا في الديزاين في اي خطوه من الخطوات، وانما بتستخدم في الاخر مثلا باستخدام السيميوليشن عشان نشوف السيستم حققها ولا لا. لو ما حققهاش بنعيد الديزاين قلنا ببعض المور ستريكت يعني سبيسيفيكيشنز عشان خاطر نحاول نحقق. طيب فخلينا نشوف بالنسبه للايرور كونستانت الكي في. احنا عارفين باي ديفينيشن ان كي في هو عباره عن الليميت لما اس تروح لصفر بتاع اس مضروب في جي اوف اس. في الحاله بتاعتنا جي اوف اس ده هو حاصل ضرب الثلاثة بلوكس دولت، هو ده جي اوف اس، فهيبقى عباره عن 100 على اس بلس 100 في 1 على اس بلس 36 في 1 على اس، وطبعا هضرب في كي اللي هي الجين اللي انا بعمل له ادجستمنت. لو عملت الكلام ده هيطلع لي كي اوفر 36. طبعا انا عايز الكلام ده يساوي 40، بالتالي اقدر احسب قيمه الجين كي. لو حسبت قيمه الجين كي هيطلع 1440. يبقى هو ده الجين اللي يقدر يحقق لي الريكوايرد ريكوايرمنت في بالنسبه للستيدي ستيت. انا عارف طبعا من البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت اقدر احسب برضو الدامبنج ريشيو. الدامبنج ريشيو هي عباره عن لين 0.2 تربيع على لين 0.2 تربيع زائد باي سكويرد، كل الكلام ده تحت الجذر. لو حسبت الكلام ده بيطلع 0.456، وده معناه ان الفيز مارجن زي ما اتفقنا ابروكسيميتلي هيبقى هضرب في 100 يعني هيبقى 45.6 بالدجريز. بعد ما عرفت ده الديزاير طبعا فيز مارجن، بعد ما عرفت الحكايه ديت اقدر ارسم البادي بلوت للوب جين اللي هو عباره عن كي في جي. الكي احنا حسبناه ب 1440 والجي اوريدي جيفن في المساله. فبعمل كده اهوت، ومن البادي بلوت بحسب الاكزيستنج فيز مارجن بتاع السيستم. ازاي الحكايه دي بتتعمل؟ باجي على الماجنتيود بشوف الانترسكشن مع الزيرو ديسبل لاين، ادي نقطه الانترسكشن.
حسب المسألة ديت المفروض هيطلع عند 33.9 راديان بير سكند، يبقى ديت هي الجين كروس اوفر فريكونسي. بنزل رأسين لأسفل عشان أشوف الفيز مارجن، المسافة ديت هي اللي هتمثل الفيز مارجن للسيستم بدون ما يكون فيه الليد كومبنسيتور مضاف. فبشوف الفرق ما بين الزاوية اللي أنا جبتها ديت والناقص 180، بتطلع المقدار اللي أنا رسمته دهوت. لو حسبنا الكلام دهوت هيطلع بيساوي 33.9. يبقى اذا الفيز مارجن للاكزيستنج سيستم دهوت هيبقى 33.9، لكن انا عايزه يبقى 45.6، وبالتالي يبقى انا محتاج ان انا اضيف زاويه، وهضيف زاويه بالبوزيتيف، يبقى معنى كده ان انا محتاج ليد كومبنسيتور. الزاويه اللي بنضيفها هي دي اللي سميناها فاي ماكسيمم، فده بيساوي الفرق ما بين الريكوايرد فيز مارجن، يبقى ده الفيز مارجن الريكوايرد ماينس الفيز مارجن اللي هو الاكزيستنج بلس فاكتور اوف سيفتي. زي ما قلنا ده عشان تكمبنسيت للابروكسيميشن اللي احنا بنعمله في الديزاين. طيب انا عندي الفيز مارجن الريكوايرد هوت زي ما قلنا 45.6، والاكزيستنج اللي هو 33.9، وهضيف زاوية من عندي انا بنقول هي ما بين 5 إلى 10 درجات، انا هضيف حوالي يعني 12 درجة من الحل اللي عندي، يعني عملت كده مش هتفرق كتير. المهم ان لو عملت كده هوت اقدر احسب الفاي ماكسيمم، فديت هتطلع حوالي 24 درجة. طيب فلو عملت كده، بما ان انا حسبت الفاي ماكسيمم اقدر احسب الالفا، والالفا ديت هي احد البارامترز للكومبنسيتور. خلينا نفتكر ان الكومبنسيتور اللي هو لو سميناه سي اوف اس هو عبارة عن كي في تي اس زائد واحد على الفا تي اس زائد واحد. الكي ديت اللي احنا جبناها اللي هي 3440، وبالتالي انا عايز اجيب التي وعايز اجيب الالفا. فاحنا قلنا ان الالفا بتبقى 1 ماينس ساين فاي ماكسيمم على 1 زائد ساين فاي ماكسيمم. لو حسبت الكلام ده هلاقيها بتطلع 0.42. يبقى ده اول بارامتر انا محتاجه عشان اكون الكومبنسيتور بتاعي. قلنا بعد كده بنحسب 20 log 1 على جذر الفا. لو حسبت 20 log 1 على جذر الفا ده بيطلع حوالي 3.76. فباجي على الماجنتيود بلوت وانزل الى ناقص 3.77 ديسيبل كده اهوت. فانا عايز عند الفريكوانسي ديت اخلي يحصل الجين كروس اوفر فريكوانسي، يعني الماجنتيود يتقاطع مع الزيرو ديسبل لاين. فبشوف الفريكوانسي اللي بيحصل عندها الكلام ده قد ايه. لو عملت كده هوت هتطلع الفريكوانسي ديت 39 راديان بير سكند، وهي ديت اللي انا سميتها W max في المعادلات اللي فاتت عندي. لاحظ بقى ان احنا هنا هوت حسبنا الفيز مارجن عند الفريكوانسي اللي هي 33.9، وحسبنا هنضيف زاويه قد ايه، لكن الزاويه مش هتضاف عند 33.9، لا دي هتضاف عند 39. الفرق ما بين 33 و39 ما هوش فرق كبير، وخصوصا على السيمي جلوند سكيل، ولكن بيأثر. فعشان كده الفاكتور اوف سيفتي اللي احنا ضفناه لما جينا نحسب فاي ماكسيمم بيكمبنسيت على هذا الابروكسيميشن اللي احنا عملناه، وهو ان احنا حسبنا الزاويه اللي هتضاف عند نقطه
وهنضيفها فعليا عند فريكونسي تانية قريبة منها لكن مش هي بالظبط. فالمهم يبقى انا كده عرفت ان W maximum يساوي 39 راديان بير سكند، وبالتالي اقدر احسب التاو اللي هي عبارة عن 1 على W maximum في الجذر التربيعي لي الفا. لو عملت الكلام ده هيطلع بيساوي 0.3396. خلاص انا جبت تاو وجبت الفا، يبقى كده انا اقدر اكتب المعادلة بتاعة الكومبنسيتور بتاعي اللي هو هتبقى ان C of S بتساوي 1440 في 1 زائد 0.0396S على 1 زائد 0.42 في 0.0396S، ويبقى هو ده الكومبنسيتور. طبعا يفضل خطوة أخيرة إن أنا أشوف هل البيك تايم متحقق ولا لأ، وده ممكن نعمله بسهولة قوي على مثلا سيميولينك، إن إحنا ممكن نعمل سيميوليشنز ونشوف البيك تايم بيتحقق ولا مش بيتحقق. أو الطريقة التانية إن إحنا نجيب الإيكوفلنت باندويتس بتاع السيستم ونرسم البودي بلوت للكلوز لوب سيستم ونشوف هل الباندويتس بتاع الكلوز لوب سيستم بيتحقق ولا لا. فلو كان بيتحقق يبقى بالتبعية هيتحقق البيك تايم اللي احنا كنا عم نعمل عليه اساسه الديزاين. النقطة الاخيرة اللي عايزين نتكلم عليها في المحاضرة ديت هو اثبات في الحقيقة العلاقات الاساسية المستخدمة في الليد كومبنسيتور. احنا عارفين ان المعادلة بتاعت الليد كومبنسيتور هي 1 زائد تي اس على 1 بلس الفا تي اس، ده طبعا assuming ان الكي بتساوي ايه واحد. فاحنا بنبدأ بان احنا بنحط بدل كل اس جي اوميجا، فتبقى 1 بلس تي جي اوميجا على 1 بلس الفا تي جي اوميجا. احنا عارفين ان الليد كومبنسيتور لما بنرسم البادي بلوت بتاعه بيطلع لو كان ده لوج اوميجا وده 20 لوج الماجنيتيود اوف سي بيطلع حاجه بالشكل ده. بالنسبه للانجل لو كانت ديت لوج اوميجا ودي هي الانجل بتاع سي فبيطلع حاجه بالشكل ده. فهنا هو في الزاويه بيحصل ماكسيمم فاليو اللي احنا سميناها فاي ماكسيمم عند فريكوانسي اللي احنا سميناها دبليو ماكسيمم. فاحنا عايزين نجيب فاي ماكسيمم. فاحنا عشان نجيب فاي ماكسيمم الاول نجيب الانجل بتاعه الكومبنسيتور هسميها فاي، وديت هتساوي 10 ماينس 1 تي اوميجا ماينس 10 ماينس 1 الفا تي اوميجا. عشان اجيب الماكسيمم زي العاده هنفاضل الزاويه ونسويها بالصفر، فدي فاي باي دي اوميجا تساوي صفر، ده يؤدي الى تي على 1 زائد تي سكويرد اوميجا سكويرد زائد ناقص الفا تي على 1 زائد الفا سكويرد تي سكويرد اوميجا سكويرد بيساوي صفر، ده ناتج التفاضل بتاع ال 10 ماينس 1 فانكشن. طيب هقدر اشرب هنا هو التي من الناحيتين واجيب الفراكشن دهوت الناحية التانية واقلب الفراكشن، فهيبقى عندي 1 زائد تي سكويرد اوميجا سكويرد بيساوي 1 زائد الفا سكويرد تي سكويرد اوميجا سكويرد كل ده على الفا. هضرب الفا الناحية التانية هي بقى عندي الفا واجيب الواحد ده هنا بالنيجاتيف يبقى ماينس 1، ده يساوي هجيب الترم ده هوت الناحية اليمين هيبقى بعد ما هضربه في الفا طبعا هيبقى ماينس الفا t
تي سكويرد اوميجا سكويرد بلس الفا سكويرد تي سكويرد اوميجا سكويرد. اقدر اخد الفا تي سكويرد اوميجا سكويرد كومن، وبالتالي هيتبقى لي الفا ناقص واحد. فالفا ناقص واحد اللي على اليمين ديت هتتشاطم مع الالفا ناقص واحد في الشمال، ويبقى الطرف الشمال فيه هنا ايه في واحد. وبالتالي اقدر احسب اوميجا ماكسيمم في الحالة دي في النهاية هتساوي واحد على تي جذر الفا. وديت اول علاقة احنا استخدمناها في الليد كومبنسيتور. ممكن كمان احسب تان الزاوية ديت، تان الزاوية فاي. لو حسبت تان فاي فطبعا هو ده تان للفرق ما بين زاويتين، فيساوي الزاوية الاولانية ناقص الزاوية التانية على واحد زائد حاصل ضربه. فلو خدت زي ما بقول تان فاي هنا هيبقى فيه تان الفرق ما بين الزاويتين. فالمهم تان ماينس وان طبعا يديني اللي داخل تان ماينس وان، يعني هيديني تي في اوميجا ماينس الفا تي اوميجا على واحد زائد حاصل الضرب اللي هو يطلع الفا تي سكويرد اوميجا سكويرد. انا عايز اجيب تان فاي ماكسيمم، فده لما الاوميجا تساوي اوميجا ماكسيمم، يبقى هعوض هنا هوت عن كل اوميجا باوميجا باوميجا ماكسيمم اللي هي واحد على اتنين جذر جذر الفا. فده يديني واحد على جذر الفا ماينس جذر. لو عوضت هنا هوت ان اوميجا تساوي اوميجا ماكس. الكلام ده مقسوم على واحد زائد الفا تي سكويرد في واحد على الفا تي سكويرد. طبعا دولت هيتشطبوا مع بعض، فيبقى كأن الناتج هيساوي واحد على جذر الفا ماينس جذر الفا، كل ده مقسوم على اتنين. واقدر اكتب الكلام ده في صورة واحد ناقص الفا على اتنين جذر الفا. ممكن دلوقتي ارسم مثلث بسيط في الزاوية ديت هسميها فاي ماكسيمم، والتان بتاعها هو اللي انا استنتجته. فالتان هو يبقى عبارة عن واحد ناقص الفا هنا واتنين جذر الفا هنا. وبالتالي اقدر احسب الهايبوتنس يعني بتاع المثلث، فيطلع واحد زائد الفا. ومن كده اقدر استنتج ان ساين فاي ماكسيمم بيساوي واحد ناقص الفا على واحد زائد الفا، ومنها اقدر استنتج ان الفا هتساوي واحد ناقص ساين فاي ماكسيمم على واحد زائد ساين فاي ماكسيمم. وديت هي العلاقة التانية اللي انا كنت عايز استنتجها. العلاقة الاخيرة اللي عايز استنتجها هي الماجنيتيود بتاعة السي عند اوميجا ماكسيمم بيساوي كام، اللي هو في الرسمة المسافة ديت. المسافة ديت هي اللي انا عايز استنتجها. فكل اللي هعمله ان انا هجيب الماجنيتيود اوف سي لما احط اوميجا بتساوي اوميجا ماكسيمم. فده هيبقى عبارة عن الماجنيتيود بتاع واحد زائد جي تي في اوميجا ماكسيمم اللي هي واحد على تي جذر الفا، وده مقسوم على واحد زائد جي الفا تي برضو
مضروب في 1/t جذر. طبعا نقدر نشوف هنا ان t ديت هتروح مع t ديت، t ديت هتروح مع t ديت. ولو حبيت احسب الماجنتيود فطبعا هو الجذر التربيعي للريال سكوير زائد الايماجينري سكوير، ففوق هيبقى عندي 1 زائد 1/(α) وتحت هيبقى عندي 1 زائد، هنا في الفا على جذر الفا، فالناتج هيطلع جي جذر الفا، فلما ربحها تطلع الفا. الماجنتيود هو ده اللي انا بحسبه، اللي انا حسبته. وبالتالي اقدر استنتج من الكلام ده في الحقيقه، الكلام ده تحت الجذر طبعا، ان الكلام ده هيساوي 1 على جذر. وبالتالي 20 log الماجنتيود بتاع سي عند جي اوميجا ماكسيمم هيساوي 20 log 1/(α), ودي بقى تالت علاقة احنا استخدمناها في الديزاين بتاعنا. فهما دولت التلات علاقات الاساسيين اللي احنا بنستخدمهم في الديزاين بتاع الليد كومبنسيتور، وده ازاي الواحد يستخدم بالطريقه ديت. يبقى احنا خلصنا في الحقيقه الديزاين بتاع الطرق الاساسيه للديزاين بتاع الكومبنسيتورز باستخدام البودي بلوت. شكرا.